أظهر تحليل صور الأقمار الصناعية لغزة تطويق الجيش الإسرائيلي شمال القطاع بالكامل، وليس فقط مخيم جباليا لوحده، بل بيت حانون وبيت لاهيا وكامل الشمال، حيث تحرك الجيش الإسرائيلي من شرق مخيم جباليا على محور سبق أن رصفه خلال احتلال جباليا السابق، وحاصر بيت لاهيا من الغرب وأغلق مخيم جباليا تماما وفصله عن البلدة، وبات السكان في الشمال ممنوعين من الخروج إلا عبر صلاح الدين.